مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. أعزائي طلاب الصف السابع، أسعد الله مساءكم بكل خير في درس جديد من دروس اللغة العربية. حياكم الله جميعا. درسنا اليوم جميل جدا، يتحدث عن أجدادنا القدماء، وهو نص بعنوان شباب الإسلام. هذا النص الجميل الذي يتحدث عن صفات أجدادنا التي يجب أن نقتدي بها ونسير على هديهم ونهجهم. قصيدة جميلة أعزائي الطلاب للشاعر المصري سيد جامع هاشم الرفاعي. هذا الشاعر طبعا المشهور باسم جده هاشم الرفاعي، ولد سنة 24 و900 ألف للميلاد، ومات سنة 49 و900 ألف ميلادي، وهو يمثل نموذجا للأدب الإسلامي الملتزم. من أشهر قصائده رسالة في ليلة التنفيذ. طبعا هذه القصيدة أعزائي الطلاب، لكل قصيدة مناسبة، طبعا نص جميل له مناسبة. هذه المناسبة هي أن الشاعر يذكر الشباب المسلم في كل مكان بماضي أجدادهم العريق وملكهم العظيم الذي خلده الزمان على صحائف من ضياء، فقد كانوا شبابا طامحين عرفوا بالشجاعة والقوة والإخلاص والأمانة وقوة الإيمان، بالإضافة إلى التمسك بتعاليم الإسلام الحنيف. طبعا هذه الصفات والسمات التي تحل بها أجدادنا أوصلتهم إلى السؤدد، إلى القمة، إلى الفخار والعزة. يجب أن نقتدي بهم ونسير على نهجهم. طبعا أعزائي الطلاب، الآن نستمع سوية إلى هذا النص الجميل، استمعوا معي. النص الثالث، شباب الإسلام. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا، يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي، ولم يسلم إلى الخصم العرينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. دعوني من أمان كاذبات، فلم أجد المنى إلا ظنونا. وهاتوا لي من الإيمان نورا، وقووا بين جنبي اليقينا. أمد يدي فأنتزع الرواسي، وأبني المجد مؤتلقا مكينا. إذن أعزائي الطلاب، استمعنا سوية إلى هذا النص وهذه المعاني الجميلة. الآن نصنا شباب الإسلام، لنرى معا من الشاعر. نستذكر من شاعر النص، هو الشاعر سيد جامع هاشم الرفاعي، شاعر مصري. وما مناسبة النص أعزائي الطلاب؟ طبعا هي تذكير الشباب المسلم بماضي الأجداد المجيد. أما الفكرة العامة للنص أحبائي، هل عرفنا ما الفكرة العامة؟ هل استنتجنا؟ الفكرة العامة هي اعتزاز الشاعر وافتخاره.
بالأجداد. الآن دراسة الأبيات، ندرس سوية برفقتكم إن شاء الله الأبيات، أبيات النص، دراسة أدبية. البيت الأول: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون. ما معنى هذا البيت؟ الآن قرونا هي جمع مفرده قرن، والقرن هو 100 عام. أخضع بمعنى ذلل، ذلل. خالدون بمعنى باقون، الخلود هو البقاء. ضدها فانون وزائلون، الفناء والزوال، هو ضد البقاء. شرح البيت الأول طبعا، ما هو الشرح؟ ماذا؟ هل كونتم فكرة؟ ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، واضح جدا. إذن لقد أخضع أجدادنا الدنيا بسيرتهم العطرة وأخلاقهم النبيلة، أي بمعنى لقد ساد أجدادنا، ساد أجدادنا هذه الدنيا، سادوها، كانوا قد ملكوها، ولكن ليس بالقلب أبدا، بأخلاقهم. الدنيا لم تغرهم أبدا، كانوا أجدادنا بأخلاقهم بصفاتهم العطرة سيطروا على هذه الدنيا، بمعنى أي كانوا هم سادة هذه الدنيا. طيب، هل هناك صورة عندما نقول ملكنا هذه الدنيا قرونا؟ ملكنا، نحن ليس المقصود أن هذه الدنيا شيء يملك، هل هذا المقصود؟ ما الصورة هنا؟ انتبه، الصورة الجمالية ملكنا هذه الدنيا قرونا، أي شبه الشاعر الدنيا بشيء يمتلك. إذن أجدادنا بسيرتهم وأخلاقهم العطرة قد سادوا وملكوا هذه الدنيا. إذن البيت الأول أصبح تقريبا واضح، سيطر أجدادنا وملك وأخضع أجدادنا هذه الدنيا بأخلاقهم وصفاتهم النبيلة التي سادوا بها الأرض. الآن البيت الثاني: وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. أعيد القراءة أعزائي الطلاب: وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. طبعا بالمناسبة هذه القصيدة هي للحفظ، نحاول أن نحفظ، حتى نحاول أن نحفظ كل بيت على انفراد أو وحده، حتى نستطيع أن نتابع لبقية الأبيات. طبعا أبيات القصيدة تقريبا 11 بيتا، يجب أن نحفظها غيبا، مطلوب حفظ غيب. الآن دراسة البيت الثاني: كلمة صحائف، وسطرنا صحائف من ضياء. صحائف هي جمع تكسير، جمع تكسير، قد تمت دراسته في الصف السادس مرة معكم. جمع التكسير هو من أنواع الجموع، ليس بجمع المذكر الذي ينتهي بواو ونون، وليس بجمع المؤنث الذي ينتهي بألف وتاء مبسوطة، ولكن جمع التكسير هو جمع يغير من الكلمة، يغير من الكلمة. إذن صحائف جمع تكسير، مفرده صحيفة، مفرده صحيفة. مثلا أعطيك جمع آخر: قلم، جمعه أقلام، كرسي كراسي، تمام. هذه جموع التكسير: مصباح مصابيح، ليس كجمع المذكر. عندما أقول جمع المذكر مثلا أذكركم أنا فقط، جمع المذكر معلم معلمون، مهندس مهندسون، تمام. جمع المؤنث مثلا المؤنث معلمة معلمات، ممرضة ممرضات، لكن هنا جمع التكسير لا يختلف. إذن اتفقنا على أن صحائف هي جمع تكسير مفرده صحيفة. الزمان أيضا جمع تكسير، طبعا الزمان هنا كلمة مفردة، كلمة مفردة، والجمع منها أزمنة وأزمن وأزمان، الجمع جمع تكسير أيضا. الزمان كلمة مفردة، جمعها أزمنة، تجمع على عدة جموع: أزمنة، أزمن، أزمان. ما معنى هذا البيت؟ عندما نقول سطرنا صحائف من ضياء، من الذي سطرها؟ هم أجدادنا، أجدادنا. كيف سطروها؟ كيف سطروها من ضياء، أي من نور؟ إذن لقد سطر أجدادنا تاريخهم بعظيم أعمالهم
وأفعالهم وصفاتهم، ومن شهد عليهم شهد عليهم الزمان، والزمان شاهد على عظيم أعمالهم الجليلة التي تكون مفخرة لنا. فيجب أن نكون مثلهم ونقتدي بسيرتهم. هل هناك صورة جمالية؟ نعم. إذا سطرنا صحائف من ضياء، شبه الشاعر سيرة الأجداد بصحيفة من نور. إذا قصيدة في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، ومعاني رائعة جدا. أعزائي الطلاب، نكتفي اليوم بهذا القدر من دراسة النص والتعريف به، على أمل اللقاء بكم في درس جديد لنتابع معا هذا النص الجميل إن شاء الله تعالى. نترككم بأمان الله وحفظه.